وسلم دون كره الا بان الله والسلام الدين ايضا قران كريم الله نو انفع دوتين هره وحنو هليا قيمنت انت شرعياتك قال مشرعيات فدرال كمان في صوماليا ايا لجتا سلا درات الى بان شرفت العجنتها نو ان سحي ايدو بعدو ما حسن ادي اهل ابو محسن بهين تاسوا قيبنون على قيبيو dad di hore u socotay in hanoo balaabato in labaalada meeshii dad joogtay laga balaawo qofkii maalintaas u aadana aad iyo aad u maasin tihiin maanta waxaan rajaynayaa in la dulqaato si dad loogu gabagabowdo aad u maasin tihiin maasirna gudoomiye dad waxaan ku soo wadaynaa halkii ay noo joogtay editor maxamed xasan maxamed حلبانك كحجة عبد الكريم عمر زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدونك اللي بعرض الشرفت له كمان الإسلام يا سنة كذب. أنت عن شورتا. وين بدن بقى؟ أنت عن شورتا. ومدر هذا اللي أنت بدن بقى لقيت كده أي. عشورتو waa wax wadan dowlad la ku fadhiyo عشورتو waa la marmaan عشور in la bixiyo dowlad jiritaankeeda dan in dowlad ay san gaadi in عشور jiritaankeeda halis u galay tan saaxa waa عشورta hadana waxa wana muhiim ah in عشورta sida loo qaaday hadana ay sida loogu talagalay u meel marto oo si sax ah loo adeegsado مرجع وين؟ هو أرتيلا إذا حد عن شرطة ومن نانت الكويت ودول اللي ده عن شرطة إن اللي فيه لنا ما مرضي إيمان بيجوز مرجع وين؟ ده هذا السويدين بين ودين بين عن شرطة على قادم أنا عن شرط دول يسقادي وحواي هذا الدول ده هيشكل في التعامل وين؟ وضعنا دول ده واحد سعودي نسوا عن شرطة ودن وليس كلام أن بس عطيرة دون كوايري وهذا إجار محمد سيني معلم كم إذا حجر دون تلقولي هاي فرال الله ودي ودن كذا خلاص هو ما كان عشورته كلو هاد عشورته من يتكدى يوحى أي تاي يو صغيرة عشورته وحصل صارتي أما خالها النقطة أما بيرها النقطة أيها الرجال الصوص عارف وها عشور إكسو إكسو بيش ودن كأدب لغو باين ما كريون إن عشور ثلاث فيري وحصل صار كنا حكي سيلا فيري وايز سنة تغاجي مرتاني وارسل إذا وحواي عشورك إن لا بغير هي سنة الله استعمال هدي اللي يراد بس سيا سن أنا ممكن ورك يالك سكت ديا وحنا ورب لنا كل مغرب إن شاء الله السلام عليكم ما سن حلبان حلبان تاسيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين شرف له اللي عنا ذا هو عنا ذا برلمانك صحافة ذا دمان والسلام يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحرب أبوه الرين ضد يدينا كوب اللعبة توبي جينا وحو أها أما أجندها نلوصة وبرين عبشادة غانا عصادة كلا دوان إيو حسكو يدين تعنشوفة لقا عبتا ولو وزيرها بارلمانك إسكسو حاضرية إسخوري حلدبانة أسي ودفاع لان قضب كولا إيو حلدبانة اللي حكومة إني لحصة طمان قار كميدة وويها نوضر ديكتين دفاع إدا وحيد بالدلين أجنده ما انتوضن وحيكو علعلنا ينوا دقيسنا يي أهمية دعشوف دوضا مضا إهم با أهمية دعشوف ينهيمة دعشوف أي لاب دوضا ينوحا إهد عباشرة تيميد إيوح ليسكو ويديو إيا عنشورة الشرعية دينا عنشور والقادة يي دكدة الوقادة كسامية الوقادة عنشور شرعية نولها وحان قرى عينا مدى أيغو شاقين مدى وزيركو شاقين مدى دفاع عياشا شاقين أو أح عنشورتا إنو كتير سنة هالشرع قيلا 1984 كي عما كون ساقال بقل سيديتني أفرت شرع قاسو لها شرع قاسنو حوقها إن لقا قاضا أو كليا بدا عدا صدكتا قناع سيقى الجملة دا أح ورشلها وحي صو سارا إيه كان شاكت كهوتيلا أفر تاسوحي آن أهين إيه عن شور تاسفات كالحريرو فرطو وحان كهالي نوافات كأوكلية يا مانتو دو حالقو علينا وعدي ماشي وعدي يكدق عن شور دلان عن شور لهين بل كهدي عن شور لقالي واي واو دماتي عن شور والقالة لكن عن شور كان وحان كهالي نفات كالي يراهدو أو حدا لسن بيهي وحلقة بدلي ما تقعنا ماشي اللي وقبل ذلك قد يقع مالية داوتو كسو داري ميزانية دي مالية قدام بيسي او عبانت اهل او اي حارانت هاي انوح لغو صدر الا موشد ان اي حل ديوان نصو قران او لو عضايو او لو قيبيو او وقت لصو هاي سماحانا لغو مسو داري كرو خوص قلس كي قرس كأهاي لغو سو داري وحاكو جفتي ان لا يري اديقى بصو صعرو عشورة لغو سو كردية هذه تاس نفكر كذا لغو أتكسر أكسباير واي أكتوبر وهذا عدد ميزانية سنة ذات هي عنشور برلمان وباسيي اسمه دحق الكرار شقنا اسكم الله تبين تاسوا إن لغو غيره دون بيد الأراد عنشور تحدى حلقي وزير بيلا لسور بغي سيدا وكان عنيقا مدهن لغو غيره سيدا الدفاع ياسو الشيغان سيد الوزير رضو الشيخان وحالي رعن سورتان دكدا لبقالة ها والبقالة و 5% كان كهالله يا عن سورك لك مهالله دكي يا لمرين هوابين انها دوت 5% كان دكدا لبقالة هدي اول ريدي دكدا لبقالة should be stopped مرك حتى وإن لجوجيا مرك محايلة إلا ان هدي كلا دكي سو سارين مركي هرارة حتى نه دكي عن سورك لو قدري دونا الله قلت له هذا already بالله which is عن شرعية هاي السنة شرعية ما هي صف مركا تن دكت وإلا جوجيا to clarify وكان ما الله غفك الله ملا دور دي ذكر بدك هذا إن شعبك ولا يسك الله صار وحي كنت هذا إيسي African community جا هذا عم كبيرنا يدولة ده بري عفريكا دان عشور طوال لقالة ريت انت أسلاك على لقالة وحانس بربر بيجينا هوية صوماليات أما مواطن صوماليات أو بقول دولار سوق اللي تقي إيه ميت كلا أو أما يوغان يوغان دا أما كينيا مواطن كلا أو أصلا بقول دولار سوق اللي تقي وحو سوء يبستي أما سوء يبستي تصالة أهان هوية صوماليات قضاء برادة وحيارو كلا دون طبان دولار اي كلا صوب بحري طبان دولار او كلا عان اي كلا صوب بحري لحظاً دولار وحي كل يبتاي عنو جيدة جامعة دي سيسكول في لباطن دولارنا عنو كحمونسان أما أيضا هذا حمونسان اسبتال لتكتك
هياس وحكب يدون تشن دولار أيا كبو يدون إسلا إنتاس أيا هيا كينيان أه أمام أوغاندا أه أسوق لتكتي سنتي كما بو يدون سببا أه إنتاس بعنشور لغا مقالة تلكاس وحيابها عنشور لغا مقالة دو دي يكلا وحان ربنا العكس وما وحان عطسلها حل ما نرى سيدي مجعلين أيا يلو دغيستان أيا دغيستان iyo wasiirreena sharaf tale xiliyada ajaldayaasha ugu raaxayna hal dagaysto madan xilaw la wadaysana okay waxaarna lacag soo ma way waxaan ka maarnay weynay soomaaha hooyada cunuga shuban biyoodka la tagtay isbitaalka in laga qaado sida hadda wasiirka daraad sheegay xitaa isbitaalada banaadir iyo waxa laga qaadaya lacagta iyo ilaasreeti ولو حلمان ماشان سو استاجوا يري وح كسته وفري مع الإسكولة الصومالية بن وفري يري جلبوا ماشى إلا كش سو جلبوا ده دكتور معنا وا الحلمان لا قار جلبوا ده جوجين إلهي هكبك وحان روا هيا وصل جمر بوا الصومة أوكي حديب العقد أصلق على العقد لو بهني العقد أن تدواتهم ككون أو دولار كبرن بردي إيقاف كقصو حراطة maxaa bangiga loogu shubi waayay sanadkii waa hal waa 20 milyan abaf waa maxaa bangiga loogu shubi waayay tan kale madaxweynaha sharaf kale wuxuu yiri system aamin ah jiro laakin qof aamin ah ma jiro okay system ka 20 milyan arki waayay ee hooyada caanaha gaba sirtigeeda daba taagan maxay system ka 20 milyan abaf arki waayay ee lagu shigi waayay maxaa single treasury-ga ku dhici waayay lacagtiisa aan iswaydi khaadkina meela ma joojin lacag canshuurna nagama soo gasho haddii hooyooyinku waa qaylinayeen saak haddii xitaa nagala jooji lahaa waxbay ahaa leh ayagiyaa taagan hadda ha nagala joojin waa ka gudbaya idinku ma dheerayna waxaan rabaa oo doodaydu kala tahay canshuurta guryaha laga qaado okay canshuurta guryaha laga qaado guriga ninka iska leh guri dhan uu leeyahay guriga sharciyo uu leeyahay mawtaayaa loogu soo sharciyeeyey gurigii dhammaan ninka iska lahaa asoo la aadin aa islaanta umusha ah iyo masaakiinta kirada ku degan guriga waa la xirxiraa maalin kasta xilli baan layaal saas ma ogtiino masaakiinta guryaha loogu tagaa waa la soo xiraa ilaa lacagta la dhiibana lama sii daayo war maxaa maskiinkaa loo xiraaya sistema maalin kasta la sheegaa muxuu yahay sistemka kala badbaadi waaye kireystaha iyo milkiilaha maa milkiilaha la waco maa milkiilaha xogtiisa la raadiyo sidee maskiinkan loo soo xiraaya waa dhibaato haysata shacabka inaan u doodnana xaq loo leeyahay haddaadan war u haynin xaafadaha soo wareysta waxaan soo jeed waxaa soo koroftay canshuurtan waxay dhashaa idin sheegaya waxay dhashay faadka canshuurta faadka ahaan ka hadlaya dadka raba inay warka isku qaldaan canshuur oo dhan ay soo qabanayaan annaga faadka layba ka hadlaynaaba saaxiibayaalo canshuurta faadka waxay dhashay dadka in lagu kordhiyo badeecadii maalin dhaweyto wiil oo aada u murugaysanaa wuxuu igu yidhi haaf bariisa hal doolara ku cuni jiray hal doolar iyo baraa laygu kordhiyoy hal doolar iyo baraa lay yidhi waxaan yiri shanta sinti waaba idin ogolahaye nus doolarka xaggee u wadaan oo ii saarteen waa lagu kordhiyey la socda kullayna igama dhaga yaridiin soo joodimahayga marka maxay waxaan ku soo khatimayaa soo jeedinta kow canshuurta faadka oo soo koroftay oo aan ahayn afartii hore ee xeer baarlamaan maray oo dekreeto madaxweyne lagu soo saaray 84 aan ahayn ee soo korortay sharci looma haysto saas darteed baarlamaanka waa inuu amar la siiyaa xukuumadda ha soo diyaariso canshuurtaas si ay u sharciyowdo iyadoo xalaal ah oo baarlamaanka martay ha laga qaado dadka hadhowti idhaha ninkaa nin fiican ma aha waxba u mucaaradaya maxaa diidanahayba sharci ha marta maa isku diidana okay qodobkayga kalaan soo jeedinaya waxa waaye baabuurta waxay ka cabanayaan gaadiidleyda lacaga la dul saara maalin kastana laga qaado hadday gobollada aadayaan iyo markay dekedda ka soo baxayaan ilaa bakaaraha mar labaadayna hadleen waa ogtihiin waa la xalliyey markii la yidhi kadib ay hadleen arrintaas waa in laga joojiya
سين كدير دكتكم مطال عنصر طلقوق على وبعض الوأسبار وإلا جوجيا تنكلا محوها وحالا بدأ إن محوها عنصر تام أو فاتكة أو السكر دي أنت الشرعيات كهليس أو حكومة دو أي شرع السعودية أو برلمان ككباس جرين معينة وإن لجوجيا أو أي سي استكتر وبالله التوفيق. مثلا الحلبان حلبان مهر عبد العوض. مهتسند قدومي حلو أنا شرفت له وحام أدعو مهتنا قيا حلو أنا ذي أيه كتر شو مية درين كا كان عصت هذا يقول عن شعبك الصومالي نوسو دياري موشن كيل غفري ضادا قدوم كانوا وقام هاد علينا يا سيدا شرفت له يوسف دويين وحا إلهي المحديسة إن مركي قنع سطلو أي موجيين درين كأه أما عبشالة قصاب سن عنشورها أما دخل أرورنتا دكد قده هيدا أما سوق أما كوريدور هذا عاصمة ده إن إسلام ركيبة أي بلا شعبك أهل تاسية ده أي كتشوابين وأنكم هتسيهم وحان سيدو كالرهباء إنا قره وحي وناكسن إيا فعلكي وناكسن والله يسلق قراء قفكي لبن دادليه هاي قدي لنا وحوي يقبلني ماذا يسوي وحولي ما يسا إسلام مركي بحكومة دواك جوابتي إسلام مركي بحكومة دواك جوابتي شير دك دقي قبطي قرع ستدي وعلى شرتي دك دك قليه دا لغو شري ريز وزاره وعلى شري حكومة دونا وحيك سو سارتي قرار والرزولوشن of council of ministers قرار كا أولان تفولنتو وشرع وي أو قلق الله een arimo badan oo ku saabsan cabashooyinkii ganacsatadana xukuumadu waxay ka soo saartay go'aamo go'aamadaas ma lagu dhaqmay sideedii ma loo fuliyay waqtigeedii ma lagu fuliyay waxyaabahi la yiri hal la joojiyo ma joogsadeen waxyaabahi la yiri dakhliga la qaado sanduuqa dhaxitoos ugu dhaco ma ku dhaceen koridorka oo afgooye ama kontrolada wixii la yiri ha laga hor qaado ma laga hor qaaday waxa soo dhan waxay u baahan tahay hubin bay u baahan tahay hukoomadana fulin bay uga baahan tahay baarlamaanka gudiyada u xilsaaran gaar ahaan gudiga u xilsaaran maaliyadda iyo miisaaniyadda iyo dakhligana kormeer bay uga baahan tahay laakiinse hukoomadu isla waqtigii cabashadu soo yeedhay talaabo mudan ayay qaaday waana ku amaanaya arrinta ku saabsan dakhliga iyo cashuurta ku saabsan horta baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dowladda ee heerka qaran gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka korjoogteynteenna iyo kormeerkeenna waxa weeye laanta fulintu sideeday u dhaqan gelisay sharciga dalka walaalayaalow law number 2 oo 1984 kii soo baxay shuruucda dalku ka mid yahay waxay ahayd inaan xukuumadda aan kula xisaabtanno maxaad u hirgelin weydeen maxaad dakhligii loo qaadi waayey canshuurtii iibka maxaad u qaadi weydeen inaan dhahnay ahayd laakiin aan muujino dareen ah ka hortagideedu horta waajibkeenna maaha qofku wuxuu rabu sabayn karaa laakiin waajibkeenna dastuuriga ah waxa weeye maxaa loo number 2 loo fulin waayey inaan dhahno
وحاكمين حسوسين يا سند ولبا او ميسانيات وحان ميسانيات كوسو درنا اما انا نو بدل نوها كوبرو اما حكومة هكوكالتا وحاوية ان دخل كوروكا يلا فريو لسبي عن فورو فلاستي هاي كاستم كاين سيدي لو فريو ايام انا يعني ميسانيات كوسو درنا اما حكومة اي كوكالتا وحاكمين حسوسين يا قدر كسر الحياة التنات فقرد اللبات حير كي ميسان يد أنسل كان أنسل لي وهو قرية يور كا حير ميسان يد كان أيا أه إلا هراء إلا ملوك العيو دخل الميسان يد كاران كا سيد ورد وغوه الشو أيوب أي كتها بقى نسوه مسؤولية هي بالدلاران إلغو هرمرين هي بقالها نبت قلية دفاع أي بلشد وميسان يد أنسل كان أنسل لي قلب كيسة صدح الحياة التنات فقرد دي سلبات حكومته وحي فرنتهاي إلي سراء قاده عن شورته أو أي فلسه وحيوه يحير فيه عن شوره وحاك له قدو كشان إلا الاتناد إسلاحيك الميسانيات بشيرية وحي حكومته واجب خسارية قادستا عن شورته إيب كأه بقولكي وشنع هذا يبقى كلا أفرق عبنا حكومة وكوجف هذا يبقى كلا لحق عبنا وكوجف لما دعوا الحروب هنا ساعة سهل إلى شرق أصل لكن سبقى كلا شن أو أفرق سنة كهر لواج ديالي محل فلين وعي أي هيدنا نسق على رمال السوق بصلنا بولد هلا محل فلين وعي إلا يراه ذي هيد بل كان وحندين شيء جيا ده وحوي يكبد ميسانيات أو ميسانيات دل كلا لغة سوقاري أيها الغكرة أو دل كاسة دو عشتو ما أنت ميسانيات دين اللواي يا أول دين إلى المشاهد كنت بحنور حتى أمن ذا عادقة هان قصبنا أيها اللواي يا مركا هرتا إن وحيا هيد أن حكومة لا أنت فرنتا هيا لها أمنجا لما أنتوا بقى أنو كل حساب تلنا أو أنو بالوضع بحال كان كنا نطلعنا أو دخل جي أو دقاره اللي يدين دري أو الميزانية دي بل كأنو كل شيء كده كره يه مع الوضع إن أو مشهرة لكم وأنا شايف كأنك كنا وحريدي شيء ليا وح كلية بل كان مريعة أو نقد حياة مواطن هام وقد أصلنا هي الدين تاع الإسلام كأي عشور وي وح كلام نقد حياة marka walaalayaalo qaraankii qabiilka waa bixinnaaye qaraanka qaranka hal la bixiyo dadka aanu matalaan ku dhiri galino aanu ku wacyi galino aan la hadalno shacabka deegaanadeena aan la hadalno aanu barno oo aanu dhahno muwaadinimada waxay ku faraysaa inaad canshuurta bixiso qodobka 42aad faqradiisa labaad ha ee dastuurkeenu wuxuu sheegayaa in مواطنك وإنه النقض عنصر بحية ونعكسن سئو ورقين قاطو خرج الدولة سوى فخسن أولها وربحنات هي شرعية وواجب دستوري هو مواطن كسارا وحوي أرنكاس إن كل في جلنا أو أن شعب كن كل في جلنا ويا حكومة وإن أي كان سطع أودي هرجلت الميزانية وأقصون هاي بطكي ليري مرشد كا لعكس كسر شوى إيه قاتل تسكت ديران إيه إيزي سي نبركو الكسر بيتسر إنه هذا كسر شطير هده حكومة دلنا الجرين ما صنع يسي أيضا أو مضيع سطي أنا قوة وحول ها هاتو تربتاريا أنا ها هاتو قوة برعدة أو هوية إن ميزانية دي لفوليو أو إن عشورتي لفوليو أو أنت إيب كلفوريو أو أنت عنصر هاي كلفوريو عيد الكيدي مضي عصفة كو عاصمة كو دولارة كو دنيين كلفوريو هاي مضي عصفة أرنتا سيادة وحا ربنا إن قد مالية دنيا ميسان يده وأرنتا سنوكيو وحا ربنا مدوى قدومية قد موحي سارا أرنتا دخل إلى ميسان يده مالية دنيا مالية دنيا إنه مدى كورا وعينتي قولي هيدا
inuu golahan uu u horkeeno in awaamirtii xukuumadda ee ku jirtay qaraarkii xukuumaddu soo saartay in sideedu loo fuliyo in kale in la keenaan u baahannahay hubinno in caqabadihii laga dacwoonayey ee cabashadu ay ka keentay ganacsatadu in laga hor qaaday oo la fuliyey go'aamadii waxaan ka rabnaa guddiga noogu xil saaran in la furo oo ay muddo kooban noogu keenaan miisaaniyadda si ay u suurto gasho oo aan dakhligeennu uu u kobco oo aanu u bixinno amniga iyaga waxaa xildhibaanada qaarkood aan ka maqlay canshuurta maxaa lagu qabanayaa oo horumarin ah magaynaan gaarinba horumar waxaan ka hadlaynaa mushahar baan ka hadlaynaa iyo waxaan ka hadlaynaa shaqaalihii iyo ciidankii aan ka hadlaynaa si aan u bixin lahayn ilaahay hana gaarsiiyo waqti aanu miisaaniyad annaga jeebka ee ka soo baxday aanu horumarin ku samayno ilaahay waa la gaarsiin karaya annagoo nool laakiinse waxaan ku soo koobayaa mudane guddoomiye hawshan haloo xil saaro guddiga noogu xil saaran si uu noogu keeno warbixin tafatiran oo arrinta lagu soo gunaarado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan mudane xildhibaan shacli الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمام با بدوك أشرفت لأي أحد ما لو دوين السلامي وغري هنفن عن شرطة إنك أسبوعي لبعض إن قبل قبل شغله وغري وحنو مال علي لها حل دالتي كاني هل تسوق عرسية سيد سيمية yaintii rajwal wanaagsan ka dhiibatayda inuu waqti badan geliyo qodobka hadla doono waay aad baa looga hadlay inuun ka gudbaan rabaa saa la socotaan muddo iminka boqol sano ku dhow ayaa anagoo dul taagan siduu qofka soomaaliga canshuurka u arko ama u aaminsan yahay oo aan loo tusin shacabka iyo ummadda qeybo ka mid a aan loo tusin in canshuur la diidan yahay ama cid canshuur diidan ay jirto dadka halkan ka hadlaya faraha badnaa ee xildhibaanada u badnaa ama da xildhibaanadaba ahaa dhammaantood in wax mucaaraysayn muxaafidaba hadalkoodu wuxuu itifaaq ku ahaa oo isku raacsanaa inaan canshuurta cid diidan jirin lana diidi karin waxaa halkan lagu fadhiyo biilkeeda iyo masruudkeeda loo fadhiyaana ay tahay canshuurta waxa qiima lagu leeyahay ee lagu labisan yahayna ay tahay canshuurta arrintaa aad looguma mashquulin laakiin xeerar ka dhashay iyo sharciga haloo bandhiga iyo arrimo ku saabsan baan moodaa in aad loo rogrogay nin soomaaliya ayaa muddo imika boqol sano ku dhow nin kaloo doonaya inuu dhaqanhaan waxuga sheega ayaa wuxuu yidhi isagoo markaa dowladdu ciddii markaa calanka haysi ku diraya waa laydin baadaa lacag baada laydinka qaadaa ninkaasi nin ilbaxan waa nin jaamicina mu nin reer miyu ahaa laakiin caqligiisaan doonaya inaa idin tusaaleeyo heerkay soomaalidu ka taagan yihiin iyo si ay u fahamsan yihiin isagoo ninkaa la hadlayo wuxuu ku yidhi qoladan aad sukaayo dirayso calool baan uga jiibsaniyo meel cidhiidhiya cafi baan ka dhigay maar waxay iga cunkuubeen calankii la taagada waxbaa lagu canshuuraa dowladuhu waxay cunayaan sawciid nin kala maaha dowladuhu waxay cunayaan sawciid nin kala maahabu nin reer miya waya ninka arrinkaa ka hadlaya ee dareensan inaan canshuur la-aan calan la taagi karin taa si wanaagsan baa looga hadlay xildhibaanadii ka hadlayna aad iyo aad baygu maadsan yihiin halkeediina way dhigeen waxa aan arrintaa ku bari lahaa in arrintaa dabagal lagu sameeyo oo wixii ay ganacsatadu ka cabatay ee bajaajlaydu ay ka cabatay ee ummaddu ay ka cabatay in dabagal lagu sameeyo habkii dowladdu uga hadashay ee wasiirka maaliyad uga hadlay ee wanaagsanee loo soo bandhigay in dabagal loogu sameeyo arrintaas aan laga harin ee cabashada shacbiga meel la saaro ayaa runtii intaa ku dhaafi lahaa qodobkaan igu gudbaya waxa weeyaan zakada iyo xuquuqda qofka islaamka ah zakadu waa arrin muhiim ah
مركز دد إسلام ما هي إن ديوانك سكدة لعيره أو دد المسلمين كي سكدة بحيان أو مساكين كي هيران مير سكدة كقاطع أو كي علبية بباهم يكي دختر بباهم يكي حموسان إياه مير لغا عاويين هيران أو دد المسلمين كي حيث كي سكدة بحيان أرنت أسهرين مني موية دين بينا المال فارطي مركز سكدة لبحيان ترينا فقراء المساكين لما أركي تري عنشور اللي مدى هنشري مركز دد السكدة كتبين أياد مدائل المدائل كلا أرمجي المرأي وحنوك سيئة شديد لها كقلاهان إلي مدردر قلينو إن أرمها الله سروع لغاية شقيه ذكالينا دقنا الغلالة من الهي صومال وحنك لها إستان مفر مدنا بغالي الليله دقيا محنوصنا يرى خافير تجريفة أحنوك كريه قصوة طوانا يو مشين يرى كريه وقصة فيانا لا يهي بباطلة اسبتالة وطالة اللي يمكن صوى عركتين واحد دواني كرا وزكواتك يوحي لها المالوية قدبك كرا انسلتا إلى وحوية قد يالدا وحمد الله بغني هكا لك واحد لين وارنتا يسويت شيدي ومنتي سنة لسع عطان ولا ليال ارنتا كسا عطان ومدين امانت واحد لبحية فور بنت فاجتا لبحية ee umadda maanta ay ku kala qaybsan tahay shan iyo afar ee halkan xildhibaano aan ku fadhida oo laba xildhibaan oo isina fadhiya la qof minna sayd yahay minna sayd yahay ilaan aan soo dhiyo waxaan ka hadlaynay ama shir aan ku jirnay dhanaca aadimaha aan jidaa ku soo noqo gudoomiye aan soo kala ku hadlaynaa ee wada yara baxday soo laabo insha Allah golaha ku soo laabo aan jidaa ku soo noqo waxaan ka hadlaynaa waxa shir diweeya sida xaaladu markuu yahay ee laba xildhibaan oo isina fadhiya فور يفايز أيه ووحر غيق يقصوله وياه ويقص وياه حتى تدك إلى القصوة بيران وقلما عاصى يصوف الرسالة فهمها دمير تأديد أيه إلا إن أرنتها هوسو يبنو أو أنه نغيس سحنو أو قبيالات يقولون كي سلع حنانا وشي مهينة ومدى أن أنا قيمة كي يلا إنسا إما قلت كبراهام قيمين كي يلا نينا حديثها سيانا يدعين وحين مقنا يساوون أهل كفيرين ويرجوتو أهل كثير جاي ويرجوتهم إلى ذلك موسى الجودان أو شعب موسى دعوان ميلا محمد أولي وحان ليش هذا يا زير كورا وقت ما قشان غيره يا داي مفاسد كا أي موقع أنا لا يريد مفاسد كا كلا هذا غيره من شيخة أو شيخ المدي السيد وطالب دولة هذا أيا ما أنا ما بعرف شو ما يجي ilmaan ajinta ku soo laabo ajinta aan soo taas ku jiraa gudoomiye taas ta ku soo noqayso ilaga wayay wayay waa si wanaagsan waxa laga yaabaa mararka qaar marka arin laga hadlayo inaad si kale u qaadato laakiin arintan wali ku dhac jiraa waa arintii munaasabka ay u soo istaagmo wali ku jiraa arintaas hadaan hal daqiiqo aan ku soo koobo aan soo maala xil dalayaa أو نسمع ولا نسمع. إنسانه دون أهلية فليكن هي وعصمتي يا رب أمرك عن مريضة أي هبله غويلة أي نشي كوري مروية أي صار وحي أو سون كي كي يني هبله يدور قابل حرم أي أوصى على الشيخ شيخ مريض غويلة كيف ما طلعت الشيخ قوانان تلو كبيرة قرب صار صار قاطه شيخ كح إن شاء الله يلا بان ايه ولا قاعد جوجو لا حلو ما صار حتى انت كل شيء نبغى ونقول فصحيح هلا ما عندنا تهيئ ايه كل شيء نبغى نقول مين هنا قاعد بدي انا كان في هذا كل شيء انا فرد انتفاج في عشرة ناس خسيان قدومية مركا وين الرواتا ورواق ومكا ومار مليان ويس قلان إلا يا فرد انتفاج تحلوا على عشرة تحلوا ما هلو كا وين الرواتا لا حلو لانيا قدومية ما رمتا يسسك قادم رمتا وين كبرى رسالة ومدو فرد انتفاج دي كل وشاي إلا فرد انتفاج لغبع على عشرة صعب يا أمم ليسن يا شعبي ونازل لهني مايو أبا ما فيكم
عبدالله إسماعيل برالي اللبان موسى إسماعيل اللبان موسى محمد إسماعيل اللبان دكتور علم مدن يا مرحبا صباحا كينا ديري ريسان بافيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدرى قدومية الحلبانة والشرف تلي مدرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ملينا يا موضوع العشورة هي بكو سابسنا الملاها دماغ عن ريتكي وحو قلي إن دتك قيبك للدوان قيبك للدوان لقى قابل ما قرنا يسعي وقت هاي فهاشي مال والبقوك يبقوك دي ديوين لك شيء لكن هذا إنه أنت عشورة كهضلنا وحرونتي سوانا أكسانو بهض لي قدومي مهد عوض سيدي عشورة لي لو بهض لي وانا يكون بهد سيهين سان سلاحي هاي اللي بانا بي سو بوشين كاكياني هاي يلي برلمان بوحو تاقية هاي مروان بينو كهضلو وهي مواضيع التاجين بدك تابنية بلشد تابنية بنقية بنها جود عام كامر كاسم وهي كهب لي اينا وضع حسية تاس اي بنتي وهي تاينو برلمان قادي جر كهب له وحنا من نرين يا سيدي لوغا دوضي يتلوكي لسوك شيدي يتلاوين كي اي حكومة بكا قادة تاين توبا وهي هنتي كوا اللي قيدي كوا بون يلي دين سيدك دقنا هنتي ارنبا لوغا شوابي هذا يمكن دار المهام حي مكة حسية وحي مكة حسية أسد الله الشيقي الشروع دي فلنتين يقرار دي فلنتو دي لبدا قالوا وخاصة قدية دو حل سارني أهرين تاعي بردو حسنية ملت لي تاسوا مدوي مدى كلنا وحوية وكان العشور كهذا الناي هو مد مهمين وين سعندهم تاو مانت كليما محايا لي ندام كان عشور تهدهم بو بسمي يامو هذا هو كبعية ورنتي أبعهم بدير بقاضنية إنه فريستو أو استاغو بس عشوروا وحا هذه الكريس بدلة إنه فهد ديناميك جاوي إنه هاي هذه الكريس دو إيجس وحكو در إيه وحكو دين لغوصة مليو دولة هذا دركت وحن ملينا يشروع دو دقاركو وحاو بدلة صدح دي بلوبة أما اللح دي بلوبة أما سمر كيبي بدلة سيأي مرت أولا كان قاضهم نظام كدخالة مركزي ودلت كتير سيئة هاي قارك وشقينية إيو هدى الظروف بجرتة بلشد وراك جرتة أيو هو هالة جان قارا مركا ينا بعيسانينا نهوها كهذا الله إن هو عشورة وأي نور ديفلوب قرينو عشورة صحة هدية نهوها أوبر ستان عشورة بكيب الله يقعد إن بورتدع ورين ماها متفردية أنا أغنتي بإن هاي كسو شقيني وحميشا كم وقتي إلى أولي أيامه بكدع المعاني بكت لغسو قادي جعي يقفكم ميزان كيسا إيا إنت حجم بشيء اللي إبيها اللغة عشوري بان ولي تاقنا ولغي هي كرتون ير إيا كرتون وين إيا بقاش وين إيا بقاش ير نوع عاسا ولي أجوك عشور تاني أكو صليسن إنا نفق بقبنا مباهنا وقيمه ينفوها وحلبا شيء كتيرة إنفوها لغو عشورة وأدونك معايرتي سي ستاندار كيسا مقابلنا تاسا نهنت مددير كشقيني إنا نظام كاسي نفوها إيه اللي فريسيو ودوقت إنو تلفون كنفوها أغيير تبنك دولار لسيو أما لباتنك دولار لسيو إيا آيفون كنفوها يكون يستيد بقول ما كو قدن بيه يكون يستيد بقول ما لغو ده كل سيو هاي إسو سيرا لغو عشورة إسو قيمة لغو عشورة تاسنا ما ها نظام مبتهي عشورتين وعيكو فرد ما والنظام أبعها إنه قدير المهالية ديو سارة المهالية ديو خبارة دقالها يو وخوضة دين تسل إيغان سبيرا لو فريسيا وقيم لو عشورة إنه مدهنين أبعها مركا بريئن هل كاسور قانناي مدى قادة نيسا
أولاً إيسا موادن كواحد لو قبها هي إنه عشور بحية فيها عن وانا أكسر نقضة بس انت أتاكو جبتها لكن نظام عشوره يا عشور تيني واجبتها هي ينفو هاسر اللو قادي مبادية لأكو بسمتها هي إيه هذا يراتيه كما حسنا بكو أمي لها اللو قبها هي إنه دستور كينانا سوانا أكسر نقو قيحنو ونقو فاقطها إن عشور تنهي مدى أهلها هاي دولة مبادة أهلها هاي مدك لنا واحد وقتان عشور هذا مكسر استكسيا، وحلو بس جريء أفرج سديتنكي. سير استكسيه وعمد السيد شوف ترى إيش بدشوي. أما لحد يضرب، أما سنتكي هذا يصير دب إيجس لغو سمعي وبنمضى بجن إمه عشوره أبو أي نظام سيني. إن جرى أفرج سديتنكي باي موفق بالعوري. أشرين سومالي فقرن وعمد اللود بهاي هاي. إلى أن هو هاي الشروع ده سير استكسيا إن الشرع يصب سمايمه ولا كان قاضي كرا حلي عن السجع وحن حلي ده لصوب عطي سمايمه الشرع يجي ما ملكا هو هاي عشورة وحن سمايمه بدو يجلس يقول سمايمه الشرع يجي تريفوين كان تريفوين كل تيسا هوري أن قديم وصايدين شعري وبعد هم بدو يجلس إن لو سمايمه ولا كان قاضي هم نظام تعشورة مركز إن هو هاي أدوه لا كان قاضي وحينور بمنوع مبتعد نظامي فربضاً أورنتين هو هاي عشورها كسابسن أيها لغا مارمان أي تهي وكاسي الاستكسيقا إيهم هو هاي تريفوينكا أيهم هو هاي إنينو إيهنو هادا وحا سوى صعودة فيري هادا إنو مبتعد بحلي جان شوغين أورنتين بذالي ينتقلني هادا نفاين الكاقن وبرلمان كإيمان إياهين عشورت إنكم تاكسيقا عشورت الدخليقا هادا هم باشرع إيهو سوى صعودة عمركا مركزنا تاسي هذا إنه عوسة 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 اللي هو بعاني هاي إنه سيلز تاكسي يوكو كل الله مدينا أي مركز أي مكان مركز عشورة هو هاي إنكم تاكسي لا وحلا صعدة معاش المعاش كي بالله صعدة دايركت التاكسي دي ومن بالله صعدة هي الله صعدة دمانتي مركز تاسنا والشرع جاي إنه عوسة عوسة هذا أما هو هرمتي برلمانكا لهور كياني دونوري وحكم إذا هو الشرع جاي بيت وداجا وكونسيشنز كي يوم هو هاي سيدا مهو هاي مشاريع ذا الدولوغيت اللغو ريجيو مهو هاي لها عالمي قاما اما مهو هاي جنسطة غيثة ايا ايه لفتي اذا مهو اكمي ذا تريبل بيه الله يطانو دل كين هو فدرالوي مرا قو فدرالي هاينا وحلوه بها هاي انو عشور مبايسان او فدرالي لهاو هذا واحد يتشير لغو سيان عليا عشور ذا مقالة ذا مقدشة اللي قاضة انت كلا لغا مقاضة محاين نقدمان وحي مجدنا وحي نظام كي عشورة الله مدين لها بل كبن ولو فيسيكال فيدراليزم كي ايا اي مجدنا مركا اينا يالانو فيسيكال فيدرال اكت اينا يالانو شرع كبسا عشورها فيدرال ليفل كا ايني دولد ايني قادة اي تهي يقدر كا اي نوها اي دولد جبراجيب يالان ايان اما دولد بدح يالان ايسو وشيرين سيستم كو ايمن كرا ايني شرع ايسو سهرين مباهنا انت الشرع راسي نجد دمية هاي ليس وافرتين كريم مايو شرع جمهو هاي يعني مفقا قاضي عشورة مقالي قال لك بشيء هي كدولة جرالي ورواد كانسا سيدي عشور لو مبين لها مركا الشرع جي عشورها فيدرال امهوها بري اللي سمينا يي امهوها هاي عشورها معمل كدق معمل كعشورها دولة جرالي ودنوي ديدين وحيوقاتين انهو عشور توري لقاضني هذا ما عمل كل اللي جهد لي أنا عمرك أقول بيجي مالي دهين وعمرك والله بكون يوم سجالي تونتي هو هاي حل قاسي أيا واحد نقول كنا إنا نكد عليه إنه أصل النار قبلنا وزير الدولة وزير الله مالي ده دولة دولة دي لا ونسوق جين هو هجره ونسوق جين هو هاي مقالوا إنك تبدا ونكد عليه إنه إنا نعرف تنفس جلد دراري سماهيني ونعشور لك قادني نتاعي استاندارديزيشن سيدي مامك عشورة الله مدين لها كلي وعشورة سيدة الله قادة هل كان الله قادة يا سيدة الله قادة مقالوا انت الكلام هذا اللي بدل يبا ايسو مدمغدان ما هاي ليك على قادة نيان لكن انا السيستم كلي راعان
يقولوا دوره يسوي عطور طور صنيعان نظام كطور صنيعان ونمت قرانه هذا مكبرنا لكن هاي نقدمن عشورة يصير الله خلق هذا نيجي شير السيستم كي أما سيرك هو أما شيره هو الله يقانه وحرمتي مو هاي اللي هم بارما الشرع جاين بسميه وحقلوا يلا أه ما دام أنت برانا هاي ربعي ولفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي NCC ده برجع من السياسة ده فجرالي تدقارة وحشركي بيضة الله صحيح NCC ده صحيحين سياسة ده سوى هاي من السمية National Revenue Authority مو هاي أدي مو هاي أورون لهاي مو هاي دخل جدود دلكا فدرالك أورون لهاي إن مو هاي الله سمية مو هاي الأبورو تاسين الشرع إلي موقع بهم إن إنو Revenue Authority Act سمينو لغو بسمو تاسين موقع بهم مركا نظامي الأسوة بل مركا إنو بسمو أيه إنو مو هاي رمتي جارينا وحلو بهاي كستم وسيولكي سو أكتو نهضو يا هدان توكو جسد تعالي اهو وكان ماتي قلت اذا كنت سحر ولا وكان ماتي اهو حلوان المشروع بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الكتب من الريال معلم الأكسن من الكتب مركي أي على شكة تريد على استوى الصومالية هي شعب كوا إسلام مركا أنا بارلمان كوارنتا يلا أي لقوا مراتين ودور كي سقف وهو كاني موشين قصر ايسان اني ارنتا اقرع سطلو كقيل ييسو لقاها الله ووحل قيل اهدو يلو هو قامين ايو قدقا قرع سيجا بارلمانك وكما هاتسانا تنكسو قبا قامي ارنتا هاوشي مركين لقودات قلي رنهانتي أنا وحنوار كأي حكومة ويعرفتي خلاص كأني وصل بحي ويكشفتي هنتي قارنة أدي أدي مهم وهاي قار يلو رئيس البرلمان كحق يستقبل وضي يه تيجي الشدة تيجي جريليس عد كهالليسي عشور لو كان إلا قارو وسيد ووافق الشرعي الله وقع وسيد هذا بالمكتري بل كعشور باقستا وقال لها مارمار عشور اللي قاله قال عشور تك قال استيضا سيخ الدنوبيها اللي هي وقلها عروة عركة هي كوا حكومة دفاع هي هي كوا الدفاع هي نبا حصها تاه وحوى عشور اللي قاله بل كعشور اسمها هي عشور بلان او مقر او الا هلاتي او لصوبة هم ويتران لكن وحوي وحل لها اللي هي وحي هاي الاسباروي اللي هي هم هاتي او انا كون كدولة انا كل عيمين تذكارة لقول ناس مرتيني او ميرا قارة كشقيني هم هاتي حكومة ارقا يسقع والله شيء دور في عمبا انا كقاوتي والله كما سنتهي هذي لقى هالله إني أنت يلا مركي وهرا وطلع ولا أي سر قادم أي كبر عرفته ويتيح جلسه هذا الكبار لما كان يكبر شدة إنتوا مركي وحي وقت كان كتب بيجي وحياة هاي إنه وشيء تدي بوشي كان لسه بيجي أو هاي إسبارين كان هاي اللقاءه عشور نرسم وطلقوا بهاي هاي اللقاءه إن خشها دي أول ما هذي مرت تودي سعوتي أنتي كده بيسي وحياة هاي أنتي دي ولا سيدة وتجنا يلا وحي لجها اللي هي يلا صحي سأترت من الجدوم يمون الرجال مشروعا
aynu guda galay oo ku salaysna sixid wixii khaldara intii keentay waa maasan tahay intii ka hadashay waa ku maasan yihiin waxay ila tahay inuu halkaas ku soo gabagabooday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مهسن حلوان حلوان عمر قلدين مهسن القدومية حلوان شرف صلاة أهلاً صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عمر كورينا نماذج عنيو حلوانة دي موشين كهاني. أرنتي موشين مهم هاها. أو دلكا وحيابا بدن القصونا بنا كهاني. عن شرطة دان كور هيو. أرتو ودنا دا عشور لهين ودنا بمنا قنايو. innaga waxa ay lagu kabo oo aan mushaaradeen in lagu kabo waxa waa canshuuraha wadamo kale waa wadamada qaar baa waxa jira boqolkiiba soddon bay bixiyaan canshuuraha innaguna waxaan maleynaa waa wadamada ugu canshuur yar baynu ka mid nahay afrika oo kale wadamada ugu canshuur yar waxa waa nigeria oo kale nigeria canshuurta ay bixiso waxa waa boqolkiiba toddoba بنت فاق واحد أو ده ماله واحد شو جاب كم بتاعي قبل كم مركز ده وده ماله إنه واحد رئيس أنا نجار وقلت واللحية طبعا بقول كيبا بركة عشورها مو ملايين هاي يو عارض يو محافظ يو شعب يو حكومة بقى واحد شو جديد ده إني سنجري لكن هبك الوضع هنا يو سيستم كان عصبه في اي تي ده الوضع هيو أو يبغى يوصل دكتور أيام أنا ها بوك كانتي هذا نهضتي وحنودا على الشدي لما أنت إلا جو الجوابي هوري ما لحونها جمهورية الفدرالية الصومالية هي حكومة دلفت قرار كسر صارتي وزير حتى وكه لنا وزير جناح سوق كل سيف عبده أو ينوق حي أو جناح سفلا السيد يرجل له وصل مايو وحود هاي بخار تبخار عشورة يوم قالها لكن عشورة تدخل يوم قالها يو وأودك الشعب كاسيب إلا وكل هذا لو بقول دعوات الشباب أنا مالك سو كوب شاك كعب طبعا حكي سو قلته هيا عنشور بقول كي بشبك سعران تاي بل قلت عنشور تاس وسؤال ماشي كجر تا عنشور تو حقي مرتا محال وقب تا انت تاس له بيو وبرلمانك وكلكر جورتي وارين أنا ماشي كجر تو باي ملوص ميجريتكي وحبر شلح ملوقف تا عفناس وحلو يدري وحيالاس كلا والو معناه كنتم فين كرا وعشورته ماشي آد مال صحة ما آد ولا آد كرا لكن عشور يا الله بحنن دك كده هي أما دك وجوه ما رتي كل رجلينا هنا عشورة بحنن أنت صح معها هدي أو عن عشور الله بحنن مشار ما يلا نحن تاس عشورها كل ساس ما لنا هذا غير بوكله بقول كيف ودك أوير أو عشر بحير ولبس بروح واحد وده مثلا لبس بروح واحد جنس أنا مرينا وا وابن لبس الله بالنا وهو وابلجيم يو وابلجيم يهولم ولا سكتر وا وابن لبس لبس الله بركة لبس بروح وكلا أوير وحاجة حساب بقول كيف تدويته أنت كلا اللي كبري لا يه وده مثلا قاعد تصد من جار العشرة بركة كل اللي مو ملينا يوقف مواد سوالي وعشرة جديدة إنه جرو أقوم بلاين عيو واركوني رجل لنا عشور تاس إلى صندوق سلسحة أقوم بعده تاسا من يمد دي بالماركة إلا تجريو قناع سلطنة هنتي موشين كان وحيوان بضم ببناك كاني قناع سلطنة العقاب الكجرين وكمل فهي العلاء اللي أركي إنه مالي كل عيس اللي قريني ولقى هذا هي مركا كل الحكومة دول قرار بيتها كسر صارتي جد ده أو جناح سلطنة و حنوم لنا يا إنا هشي سجل ولا جاري الحكومة ده يو وزير ده يو وزير ده يو جد ده جناح سجل ما جد ده مالية ده إن أربعة قال لي جاري ما الف عنها مرة صوت
doodo iska socota laakiin waxay u muuqataa inaan horay u soo gabagabeynay oo maalintii horeba ay dawladda ka jawaabtay xukuumadda ka jawaabtay wasiirada waan u mahadcelinayaa runtii wasiirada isla markii action ka bixiyay sida cabashadii bajaajleyda wasaaradda gaadiidka iyo dawladda iyo maamulka gobolka Banaadirba isla maalintii oo ka jawaabay cabashadii bajaajleyda waan ku mahadsan yihiin sidoo kale wasaaradda sidoo kale wasaaradda maaliyaddana wasiirku ku mahadsan yahay iyo intii maaragtay ka shaqaysay wanaagga wasiiradu iyo xukuumaddu iyo qof kasta oo inaga mid ah wixii wanaagsana uu sameeyaa waxaa fiican in siay dhiirigelin uu noqotay la dhoosho ka fiican baa qalad laakiin nagatiifi tigeyna iska badan oo wax wanaagaha oo macnaha inta badan laga sheegay ma jirto balaayaa dhacday qarax baa dhacay bajaajaa la dhacay jidkaa la xiray waxaas ma wanaagsano waxyaabaha oo khaladaadka ee ku hadaaqayna mararka qaarkood amaan ku hadlayno oo saacatulijaab inay taa laga yaaba marka waddankeena inaan markasta ula ducayno waxyaabaha wanaagsan ee la sameeyeyna aan ku ammaano runtii waa loo baahan yahay tusaale maalin dhawey shirkii halkan ka dhacayay daahfurka xukuumadda ahaa jidadku ma xirnayn runtii awar jidad baa la xiri jiraa laii laakiin jidka ma xirnayn shacabkana wuu furnaa xukuumadda runta wuu furnayd oo macnaha dadka dawladdu wuu furnayd innagana bajaajadu way warwaraysay jidka meesha lagu qabanayo macnaha munaasabadda lagu qabanayo marka runtii waa tallaabada fiican waaye meeshii horey joognay meel ka fiican baynu maraynaa tan kale wasiirada wasiirow waxaad u malaysaa markii aad ka soo qaybgelaysaan golaha in xildhibaano idinla mid ah xoogaha idinyar bursanayo gadhahayaan wasiiradii baa safkooda soo buuxiyey wasiirow waxaad ogaataa asalku waa xildhibaannimada waay xildhibaan baa tahay qof wasiira qof oo xildhibaan kale ah inuu kaa bursado golaha sax maaha xildhibaan baa tahay asal baa tahay waad halkan doodaada waa ka dhiibanaysaa dad baad matashaa oo kuluskuusi waad ka imaatay oo halkan u matalaysaa marka macnaheedu ma aha in halkan aad ku gabanayso xukuumadda difaacayso xukuumadda wixii saxa waad ku difaaci wixii khaldana waa ka qabani marka gaarisna way tahay aad ugu jawaabi kartaan xildhibaanada halkan jooga rabaa inay macnaha idinka maaratay hadallo oo maaratay idinku dhahaan waa diyaarba intigaad u jawaabi kartaan marka taasina intaasaan macnaha ka dhilaa guud ahaan mudane guddoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanada sharaf kalena way mahadsan yihiin waxaan qabaa arrintan afartan beri ama shantan beri socodka 19 bisha soo bilaabatay 10 beri ka badan aynu wadno inaynu iska soo gabagabaynaa ficlaan lahayd maadaama wax hadda laysku diidan yahaaba inay jirin keliyaha un canshuurtiina in si saxa loo bixiyo oo sanduuqii loogu talagalay ku dhacday wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada dhibaatadii ay ku jiray iyo isbaarooyinku u yaallay oo laga qaaday labadaasaa ugu muhiimsanaa bajaajka koodii waa la xaliyey waxyaaba kale oo ka muhiimsan oo runtii oo noo yaalla oo ka muhiimsan ma dhahay laakiin macnaha ajabooyin kale oo badan baa yaalla maadaama hadda shan beri ay naga qaadatay waxaan aad ugu codsan lahayn runtii waxyaaba badan waxaa noo yaallaa shan cutub oo kala dardaro baa inoo yaalla oo ugu horeeyo cutubkan shanaad oo inta badan dadku ay xildhibaanadu ay halkan markay imaadaan ay ka yar hordhacayaan oo maqaamka gobolka Banaadir ah xildhibaanadu xaroosaa ka akhristaan gobolka 19aad fikraddiisa daa ha akhristaan waxaa weye ma haboono waad in dhegaysanayay markii aad halkan ka hadlaysay waa inaad dhegaysataa marka waa mahadsantihiin guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad baad mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu waa mahadsantaa xildhibaan maxamed deeq kiyoole بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومك شرفت لي حل باننا ورباهين انت دمان والسلام يا انت دودا
waxaan ka mahadcelinayaa xildhibaanadii soo gudbiyay doodan macnaha leh ee dah furtay dhibaatada haysatay bulshada soomaaliyeed runtii ay ka mid ahaayeen bajaajleyda iyo gawaarida ee runtii lacagaha laga qaado aad baan ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii halkan keenay sidoo kale intaanan dooda u gelin gudoomka oo gudoomiyaha baarlamaanka u horeeyana runtii isbeddel hoogle ayaa ka muuqda gudoomiyaha waa ku bogaadinayaa sida uu baarlamaanku uu ku wado uu runtii ah si macno leh markaa doodaha jira iyo arrimaha taagan iyo sida uu markaa ugu dhagan nugul yahay in markaa wax kasoo taagan ee baarlamaanka markaa looga hadlo gudoomiyaha baad mahadsan tahay halkaa ka sii war guud ahaan guddiga gudoomkaan iraade sidaad ogtihiin waxaa jirta oo runtii dhibaato xoog leh ay bulshadu ka qayliyeen ama laga qaylidhaamiyey waxaa ahayd lacagaha markaa laga qaado oo runtii ahayd lacaga isbaara aan dhihi karno oo lacag xoog leh oo aan markaa ku dhicin sanduuqa bangiga dhexe si toos aan ugu dhicin waxaan rabaa inaan abbaaro tallaabada ay qaaday xukuumadda oo aan soo dhaweynayo una baahan in la dabagalo in ay hirgashay midda arrinta ku saabsan guddiga arrinta ku saabsan gaadiileyda lacagaha laga qaado waan isleeyahay weli cabasho xoogle ayaa ka taagan waa in xukuumadda arrintaasu ay dabagashaa sadartiin soomaaliya dhibaatada ka haysataa lacag ururinta ilaa waxay ka taagan tahay xaafadaha oo maalin kasta xildhibaankii saaxiibkay ahaa saadiga uu sheegay oo xaqiiqadeeda aan anigu arkay una joogay marar badan iyadoo dadka xaafadaha laga kaxaynayo umulaha aan la daynaynin dadka masaakiinta ee tabar yartaa la xiraayo iyadoo lacagahaasi aan ognahay in aysan toos ugu dhicin wasaaradda maaliyadda arrintaasi waxaa loo baahan yahay in tallaabo laga qaado wasaaradda maaliyaddan ay ka qaado lacagaha lasoo reebay waxaa ka mida lacagta tayadhowrka ay qaadaan oo ah lacagta looga qaado oo markaasi tayada lagu ilaaliyo xildhibaano inaa ogtiin ma aqaano dhibaato xoog leh guud ahaan soomaaliya waxaa ka jirta dhibaato caafimaad oo xoog leh sida layla wadaagay celcelis ilaa 50 qofood ayaa bishii ku geeriyoota dalka hindiya oo soomaaliya 50 qof oo soomaaliya ayaa xanuun ugu geeriyoota dalka hindiya dadkaasi soomaaliya dhan ay ka tagaan dhibaatadaasina waxay ka timaadaa oo asal u ah waxay cuneen daawo dhacday cunto dhacday oo dalka la soo gelinayo miyaysan habooneen in ummadda soomaaliyeed xildhibaanadii matalayaan nahay arrinkaasi aan u istaagno haddii dadka lacag laga qaadaya ama tayadhowrku qalabka ku yar yahayna inay xoojiyaan oo qalab xoog leh ay keenaan maamul goboleedyada xildhibaanada taagan ninka horaala fariis xildhibaan daahir amiin xildhibaano habdhowraha warkiisa la tixgeliyo nidaamku wuxuu saaran yahay habdhowraha sidiisiba nidaamka hadduu halaabana sharafin oo maxaa la fadhiisto doodan hala dhegeyso idinku aad u mahadsan in bil walba waa ognahay dad soomaaliyeeda mar walba hindiya caafimaad u aada 50 qof in ay ku dhimato hindiya oo caafimaad ugu geeriyeeto maalin kastana masaajidada xayrabaad lagula tukado qof soomaaliya oo annagu aan sabab u nahay ganacsatadeenna ama dadka daawooyinka keena ha ahaadaan ama kuwa raashinka keena ha ahaadaan ama sumbalkan lagu shababa ha ahaatee miyaysan habooneen arrintaasi inaan ku baraarugno in arrintaasi aan ogaano ka maamul goboleedyada ha ahaatee ilaa somalilan dadku meel kasay ka tagaan arrinkaasi waxaan soo jeedin lahaa tayadhowrka qalabka haddii uu ku yar yahay ama qalabkooda uusan sarraynin lacagtu nooc kasta ha la qaada laakiin caafimaadka ka muhiimsan in arrinkaasi hay-adda tayadhowrka ay tallaabo qaado cid kasta oo dekad maamushana oo soomaaliyeedna inay tallaabo qaadaan oo arrintan ku baraarugno
$60 ayaa u go'day la yiri oo lacagta uga go'da mar walba wada ay ku dhiseen lama arko meel ay ku hagaajiyeen lama arko alaan gaari $60 laga qaadaa arrinkaasi hadii aan bulshada wax loogu qabanaynin waxaa haboon dadka laga qaadayo in lacagtaasi loo daayo gaar ahaan guddiga ganacsatada oon aaminsanahay waqtigooda inuu mar hore dhacay iyagu naftigooda lacagtaayaa u go'da wax ay ku qabteen ama bulshada ay u hayaana lama arko waxaan rabaa arrimahan inay nagu baraarujiyaan in bulshada jeebabkooda la baaranayo sida sharci darrada lagu baaranayo inaan u soo jeesanno oo aan ka hadalno oon tallaabo ka qaadno haddii aan nahay xildhibaanada federaalka waxaa aada looga hadlay arrinta ku saabsan canshuurta cidda laga qaado iyo dadka laga qaado iyo guud ahaan shacabka anigu waxaan qabaa wax kasto haddii laga tashado waxa faadka hadda canshuurta layskuma hayo dowladda canshuurta ma aha laakiin arrimaha ku saabsan mar kasta waxaa loo baahan yahay in bulshadu dowlad diska diyaaray u tahay annagoo waxba aan shalaysanaynin in loo istaago dadku la wacyigeliyo tallaabo kastoo la qaadayo layska warsado aan qorshayno si aan uga maaranno in adduunyadu ay nabiisho adduunyadu ay wax na siiso bulshada soomaaliyeedna culayskaan uga qaadno oo aan culays aanan u saarayn waxaan ku soo gabagabaynayaa magaalada muqdisho aad baa looga hadlay dadka canshuurta bixiya shacabka soomaaliyeed oo idil ayaa magaalada muqdisho runtii isugu yimid waana caasimadii dalka anigu dadku waxaan aaminsan baan ahay muqdisho in la leeyahay lana kala leeyahay laakiin ay jiraan dad degan oo yimid oo ku wada nool oo ah bulshada soomaaliyeed taasi inaan inkirno ma aha dadka inkirsan ama diidayana ha ogaadaan in muqdisho deegaanka dadka ku nool ay yihiin bulshada soomaaliyeed laakiin meel aan cidna lahayn lalana kala lahayn ma jirto haddaan aniga ay fiirisaan anigu naftigay kama dheeri muqdisho bannaankeeda ka soo galaa oo kama fogi marka inkastoo ciyaal xamar ahay laakiin waxaan rabaa doodda maqaamka iyo ku saabsan arrimaha canshuuraha dadka qaar aysan u qaadanin keligood inay bixiyaan canshuurta shacab soomaaliyeeda muqdisho ku nool waa la wada degan yahay waa la wada joogaa qodobka kale ku saabsan wasiirada waxaad moodaa dowladda galaalka gaar inay ka yihiin markay yimaadaanna aysan abaarin sida ku habboon ee ah in xildhibaanadu ay ula doodaan dood sharciya iyagoo markaasi doodda ka fiiriya difaac keliya waxaan usoo jeedin lahaa wasiirada dhammaantood ma aha dhammaantoodna ma wada yimaadaan dhammaantoodna dowladda ma wada difaacaan xukuumaddaan iraahdo waxaan usoo jeedin lahaa tala ahaan in doodoodu ay aada usoo dhisaan si aysan xukuumadda iyo baarlamaanka isaga horkeenin in dood dhisan oo macno leh oo wax difaaci karta ay la yimaadaan dowladdisku waxa uu yahay in markaasi dad markaa dood dhisan oo dowlad iyo baarlamaan aan iraahdo baarlamaan dood ay ka dhexaysa inuu jiro haddii aysan ay jirin baarlamaan aysan dood ka dhexaynin oo dhammaanteen aan nahay dad meel keliya u wada socda ama wax kasta dhib iyo dheegba ama aan iraahda taagan hal meel ka wadaa waxay keenaysaa in dowladnimadeennu ay markaasi hoos u dhacdo guddoomiye waxaan u malaynayaa mar haddii meelaha la aado guddoomiyaha ma jeclo waa soo gabagabaynayaa aadaa u mahadsantihiin guddoomiye waa kaaga mahad celinayaa sida baarlamaanka ku maamulayso iyo waayadan sida hawsha u waddo walow aad gadaal ka soo gaartay aadaa u mahadsantahay oo mahadsantaha xildhibaan xildhibaan maxamed xasan waliid waliid guddoomiye waa xildhibaankii u dambeeyey 92 xildhibaan oo ka qayb qaatay doodii maaliyadda ee maalmahan soo socda بسم الله الرحمن الرحيم قدومك قدوميها قدومك يا حلوان هذا بارمانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
runtii haddii saa wuxuu jiray kula tacqiir lahaa khayr waxa uu wixii dahaa khayr ku jiray qofka u dambeeyay inaan noqdo khayr aan ku jiraan filaya waa u mahadcelinayaa guddoonka sida wanaagsan uu u daadihinayo baarlamaanka iyo sida wanaagsan uu ugu dhiidhinayo in shacabka loo dhimriyo oo mataqaanaa canshuuraha laga hadlo iyo xildhibaanadii mooshinka keenayba run ahaantii canshuur in la qaado waa muhiim waayo dal wuxuu ku horumari karaa in mataqaanaa taxationkiisii la aruuriyo oo si cadaalad ah oo fayr ah loo isticmaalo shacabka soomaaliyeed ma diidana canshuur in la qaado laakiin waxaa dhib ah ama in la xaliyo ah jibgooyooyinka iyo isbaarada la dhiganayo in layska ilaaliyo oo laga hortago oo nidaam waacsan oo wax loogu qaban kara dalka iyo dadka wax loogu qaban kara in la sameeyo waxaan soo jeedinayaa ganacsatada baahi arrinta ay ka dhawaajiyeen in wax laga qabto oo baarlamaanku uu ka soo saaro qaraar rasmi ah oo uu kaga hortagayo arrintan canshuuraha si midaysan oo shacabka la sugaya soomaaliyeed waxay ku farxaan dhagahooda iyo adinkooda inaanu soo jeedin waxaan soo jeedinayaa canshuurta anfaadka la qaadaya oo hadda dowladda ee xukuumadda ay qaadayso waxaan soo jeedinayaa gobolka banaadir oo ah 7-7-10-kiisa degma ama 6-10-kiisa degma dowladda waxaan ka codsanaynaa xitaa waxyaalaha oo besiga ah ay ka mid yihiin sida iskuulada ay ka mid yihiin sida isbitaalada hooyooyinka dhallaanka degmo walba in hal iskuul iyo hal isbitaal ama mataqaana hal MCA oo free ah in la sameeyo waxaa lagu sameeya lacagtaa markii la qaado waxaa lagu sameyn karaa macalimiinta hadda iskuullada la qoray oo 3,000 macalin gobolka banaadir ayaa waxaa la sameyn karaa hal degmo walba waa in hal iskuul free ay shacabka ay helaan haddii degmo walba hal iskuul free ay helaan oo macalimiinta mushaarka qaadanaysa la geeyo haddaan waxaa loo baahnaanayaa keliya korontada iyo biyaha keliya in laga kaafiyo taas waa bogaadinayaa xukuumaddana inay highlight samayso ay calaamaysato waxaan kaloo bogaadinayaa in isbitaal hal degmo walba hal isbitaal oo free ah ama hal meel oo MCA oo hooyada dhallaanka ah in laga sameeyo iyadana waa bogaadinaya sababtoo ah shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan waxaan ka wadaa meel ay ku nastaan haddii ay helaan wax free ah canshuurta ay bixinayaan waxay noqonaysaa wax xalaal ah oo dalka iyo dadka iyo danta iyo diintaba daacad loogu shaqaynayo waxaan rajaynayaa in arrimahaasi laga dhaweynayo mudana gadoomiye xildhibaanayaal run ahaantii canshuurta muddo ayay soo doodaysay oo doodeeda laga arrinsanayay waxaan jecelahay waa wax ku ool ah inaynu baarlamaan ka soo saarno oo mataqaanaa guddoomiyaha lagu tixgeliyo oo mataqaanaa shacabka soomaaliyeedna loo dhimriyo canshuurtaana sideeda lagu bixiyo sida faadka ah oo hadda loo bixiyo waxaan kaloo soo jeedinaya waxaan bogaadinayaa wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir arrinta ay ka dhaweeyeen oo ah in canshuurtan la qaado si midaysan shacabkana in loo turo bajaajleyda iyo ganacsatadaba waxay xaq u leeyihiin waddanka waddankan muddo burbur ayuu ku soo jiray waxaa loo baahan yahay ganacsatada si cadaalad ku dhisan oo aan qabiil lahayn oo aan inahaba lahayn inaan loo kala saarin oo mataqaanaa la sameeyo midda shacabka ay doonayaana waxay tahay canshuurtan qoolaysatada ah oo meelaha la dhiganayo jagboontiyadaas in la baabi'iyo keliya taas ayaa muhiima oo canshuur yunitari ah la qaado intaas ayaan soo jeedinayaa mudan gadoomiye waxaan kaloo soo jeedinayaa ganacsatada in loo dhimriyo annaga suudadkan quruxda badan iyo dharkan aan xeranahay canshuurta iyo mushaarka dowladdan ku qaadana ganacsatada waa in la ixtiraamaa ganacsatadu waa dadka waddankaa dhisay ganacsatadu iskuullada iyo dalabaha waddankaa ka jira 30 waddanka burburka ahaa waa dadkii waddankaa sanato bixiyey oo horumarka iyo aayaha aan maanta gaarsiisannahay gaarsiiyey
وأعصوصا لو أكون يصدح لي أنا جامعة السودان لأي أنا وقال أنا وهين وطنك شهارة صوماليا إن أو وطن لوقا أو وطن كوسو دوين وها وطن كمركز نقوسو دوين شهارة دلالها وطن كتير جري جري وقنا عصطوي قنا عصطوي وإلا احتراما حكومة نوحا سوج جهلينية سي يونيتر كودسان أو فيرا إن لو قادو تكسيشن كاس أما عشورها وطن كروا إن لو نحا شعب الصومالي وحي سوغيا أما أي وحك سوغيا وأنا يقولها شعب كمان تتاين وأنا أدار من الكتاب في القرآن كا وحارجين يا مدر قدومية قرار أو من السن أو وطن كان لغوج هنك عشورتي سنة عشورتا هذا أو 1984 لأن هي وطن هذا أو سيستماتيك اللي وقع على عشورت اللي بيقول لغو سمي أو عشور رسمي أو وطن كا حلق المرحلة ده هذا على تاجرنا هاي لو قاضى يا رجال يا خذوا القدومية حلوا عليا وما صدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. مركو هرجنتي وحنوم حذرين يا دمان. لما أنا دخلها سد الشرف في الدود دكنا شهلة. معلومه ها بنا قادتي اي دود دود بوتين قف كستباسي وواجباتي سمار دي تستودغا قدنا ايو وحا اسفرته لبانا دا سغاش احنا لبانا اسفرته دود دان اللي كهدلان شامه لبانا واما قنادين سديت اللي شامه لبانا كهدشان سفي يعني دود اللوغة ما تيقو في قدن بيه لبانا وليد بوحا سادراك دي واسوق بقبو دي دود دي مركه لبانا دي شرفت له وحان ربا دودي إنا ماركي ميل ميردالي ميل غطو وديدي هوري دادك قار وحي قبان دودي اللي سادتك لساري مسوع اليني باي قبان وديدي شغدود وقجران سدح قديا نومقن وانسو لولو يهي دمانتو شغع وضغي قجران كان حتى نوحان قصارينا قديا نصارينا سي هود ماركي اي لوغو سو قولا سيان ما داما عرم تنوهم مدير اي تهي وحيالك لا سو كل الحجر واجران لكن نظام تعيشور تقصب يا عرض معنا حوق إذا كبر العوضي يوبوك كنتي مركب وحن محل ساري إن جد المالية ده وحن لنا هاي إن ماركي مدي كوبن ناس وخلاصيان يقولها قصو عليان أي قافيرين هاي وحي شرك خلاصن وحي إن لفول أي إن لفولين واي وحي شرك خلاصن وحي على هذا بعثة كاني وحاصلا أي يوبوك كنا أي قاس وخلاصين يقولها قصو عليان مرك أي قال لو كنام ينقو عنكم دبسة كجارينا آدي هذا ثم حسدين فلقد نمت وإلى حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.